قريلان يبرهن 5 قضايا وأقوال على غرار سياسة القمام. مراد قريلان أحد أبرز قادة البكاكة خارج أطر ما تسمى بجماعة أنقرة. عام 2004 كان رئيسا للجنة تنفيذية لمنظومة المجتمعات الكردستانية كاجكا، وكان يشتهر في الأوساط السياسية والإعلامية أكثر لدى تسنمه مناصب قيادية أخرى، وخصوصا لدى الكرد في كردستان سوريا وإقليم كردستان، حيث كانوا يعتقدونه الشخصية الكردستانية في صفوف البكاكا. ولكن بمرور الأيام والسنين سقطت باروكته وانكشف صلعه واتضح زيف إخلاصه وكرديته وكردستانيته، وظهرت حقيقة الشخصية التي تقتاد على الجيف، وبالأخص خلال اللقاء الذي أجراه في 22 أيلول مع وكالة البكاكا التي تبث في أوروبا أنفا. فلو تابعنا الحوار بتمعن لاتضح لنا لماذا يقال لقريلان قماما، أي آكل الجيف، كون لقائه كان مبنيا على التضليل والخداع والحيل والكذب الاحترافي. فقريلان وصف بيشمركة كردستان بالجحوشية بشكل ضمني، كما هدد بالهجوم والاعتداء على إقليم كردستان، كما أراد وكقمام العجوز المسن أن يشوش على الرأي العام الكردي. فتحدث عن 5 نقاط ذكر فيها: أولا أن الدولة التركية لا تعرف البارزاني، ثانيا الباكاكا لا تريد قتل الكرد وقتاله، ثالثا أن البارتي أصبح عائقا أمام طريق الحل لكردستان تركيا، رابعا أن الكرد لن ينسوا عداوة الباكاكا، داعيا في النقطة الخامسة إلى ضرورة إيجاد الحوار بين الكرد. خلال حديثه قال قريلان إنهم أوقفوا تقدم الدولة التركية منذ 5 أشهر، ولو كان صحيحا أنه أوقف تقدم الدولة التركية فلماذا يتمركز عساكر الأتراك على قمة كوراجار الآن؟ ولماذا يتمركز جنود الأتراك على الجبل الأسود؟ ولماذا انتشر الجيش التركي في جبل زركير؟ كيف أنشأ الجيش التركي طرق المعبد بالإسفلت من جل وصولا لقرى نيروى وريكان؟ لماذا يقوم الجيش التركي بإنشاء جسر بالوكان؟ لو كان قريلان قد أوقف عساكر الأتراك فعلا، فلماذا لا يستطيع التوجه لخنيرة وخواكور وآفاشين وحفتانين والزاب وباقي مناطق دفاع المشروع؟ فقريلان لم يعد يملك قدر شبر يقعد عليها بمؤخرته، فعن أي منع ورادع يتحدث؟ فالجيش التركي لم يمنع من التقدم ولو خطوة واحدة، وإلا فكيف استطاع احتلال كوراجار، شياي راش، سيري سينيا، شكفتا بريندارا في أول ليلة؟ فالباكاكا سلمت عموم المناطق الخاضعة لنفوذها منذ عام 1986 للأتراك المحتلين. نعم، فقريلان القمام عندما يتحدث ويصرخ والرذاذ يخرج من فمه ويقول: نحن لن ننسحب لأننا أزلنا فكرة الانسحاب من قاموس حربنا، لا يوجد انسحاب ولم ننسحب من أي مكان قط، وهذه أيضا طريقة جديدة للحرب. فنقول له: أيها الكذاب، انسحبت من آمات وديرسم وغارزان وزاغروس وبوتان ولا تقدر على الحراك في كردستان تركيا، وفي الإقليم انسحبتم من الزاب، أفاشين، جايراش، جبل كولي، كوراجار، جبل زركي، تلت مارينا، جهنم، ووصولا لسور السيجيري، وأهديتموها للدولة التركية، وقد وصلتم بانسحابكم وتقهقركم لسهل نينوى. عم قريلان، يبدو أنك لا تميز بين يسرك ويمناك، كان ينبغي عليكم هزيمة الدولة التركية في آمد وليس في آميديه، فما بين آمد وآميديه 400 كيلومتر. قريلان، تركت الشمال والجنوب وها قد وصلت لسهل نينوى، أيها القائد الفار والمهزوم. ولو استمر الأمر على هذا الحال فقريلان وقيادة الباكاكا سيقولون يوم غد وسط مركز تسوق فاملي مول بالعاصمة أربيل: باكاكا لا يسمح لنا بالتمركز في هذا المبنى، هم يتعاونون مع الدولة التركية. أيها القيادي الفار والمهزوم، مهما فعلتم فتأكد جيدا أن زمن خداع الشعب الكردي وتضليله وتضليل الرأي العام قد ولى وانتهى لغير رجعة، وأنكم لن تستطيعوا أبدا إقناع الشعب الكردي حول مسألتي لماذا تحاربون الأتراك على أراضي إقليم كردستان. فماذا تفعل في آميديا؟ ها أنتم قد أخذتم بيد الدولة التركية وقطرتم جيوشها وأصبحتم رهن إشارتها إنما أشارت توجهتم هناك. فالجيش التركي والذي أتى من بولو لشيلات زيوكاني ماسي دون أن تطلق عليه رصاصة واحدة، هل ستهزم هذا الجيش والدولة التركية وأنت جالس في آميديم؟ ألا تخجلون من أنفسكم؟ كفاكم ترهات، فلن ينخدع أحد بقصصكم الكاذبة. فقريلان يبعد 100 كيلومترات عن الأعداء ويصرخ: دعوني وإلا. تفضل عم قريلان، فلن يمنعك أحد، وابدأ بتطهير الخط الحدودي من الأعداء من ليلكان لحفتنين،
بعدها توجه لبوطان وآمد وجارزان، ومن منعك آنذاك وهناك فهو أتفه وأنقص منك. أم هل يمنعك البارتي ولا يسمح لكم بالمقاومة والقتال في المدن التركية؟ فهل البارتي هو من منعكم من هذا أيضا وأصبح عائقا أمامكم؟ نعم، لم نقل عن قريلان قمام عبثا، فالقمام يعشق الجيف، فإنما وجدت جيفة يحوم حولها القمام ويقول بأن هذه الجيف ستكون ملكا لي. فقريلان ذكر خلال حديثه العديد من الأسماء واستذكر هؤلاء الموتى، فأنتم من تسوقون أطفال الكرد إلى أنفاق الموت، كما أنكم أنتم من تظهرون بعدها على الشاشات وتتغنون بأسمائهم، أليس هذا شغفا بالموت وتعلقا به؟ فمما لا شك فيه أن قريلان نوع متخاذل وكسل من أكل الجيف، فهو يحاول استثمار مشاعر الشعب وأحاسيسه، وبالأخص الشعب الكردي بكردستان تركيا، فحاول تأجيج مشاعره. وقال في النقطة الثالثة: لكن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية تمنع أيضا الحل لشمال كردستان، غير أن الحقيقة هي أن القوى التي تؤيد حل القضية الكردية في تركيا وتعمل من أجلها هي البارتي، وأن عملية الحل والسلام ستزيد البارتي قوة في جميع الأحوال، بينما هناك طرفان فقط في كردستان تركيا يستفيدان من هذه الحرب، ألا وهما الدولة التركية والبككة. فلولا الحرب لما استطاعت الدولة التركية استعادة أمجادها في الشرق الأوسط، ولولا الحروب والمعارك فأمثال جميل بايك وقريلان وكالكان لا يصلح أن يكون أحدهم مختارا لقرية حتى يكون قادة سياسيين. فقيادة البككة صنعت وجودها على الحروب والمعارك، فما يعرقل حل القضية الكردية في تركيا هي العلاقات المريبة واللقاءات السرية بين الدولة التركية والبككة. في النقطة الخامسة دعا قريلان إلى الحوار بين الكرد، وتساءل مستغربا: أليس من العاري على روج آفا وعلى المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا بينهم؟ لماذا لا يكون لدينا عقل خاص بنا؟ وهذا ما يثبت أن قريلان حاصل على الدكتوراه في سياسة القمام، فقريلان بنفسه كان مسؤول الإدارة السياسية لروج آفا لغاية 2019، كذلك الآن تنط به كافة المهام العسكرية. فالبككة مارس الصروف الدكتاتورية والاستبداد التي تعلمتها من الاستعمار المحتل في كردستان سوريا، كالاختطاف وجرائم القتل مجهولة الفاعل وتغييب الإعلاميين وتكميم الأفواه وحرق المقارب قنابل المولوتوف والتعذيب تجاه أنكسة وغيره من المعارضين والمخالفين. أما اللقاءات التي جرت في روج آفا بالنسبة للباككة فلم تكن سوى وسيلة سياسية لإشغال الشعب وإغفالهم ومضيعة للوقت لا أكثر. فعلى مدى تاريخها لم تنسجم الباككة وتتعاون يوما مع أي حركات أو تنظيمات كردية بخلاف الأحزاب اليسارية التركية. نعم، في بعض الأحيان كانت تحاول كسب النقاط وراء سيناريوهات الشراكة والتعاون، إلا أنها كانت تنقلب عليها متى ما شاءت وتوجه لها أشد الضربات، وهذا ما يمر به كردستان إيران أيضا. فلعب أكلي الجيف لا تنتهي أبدا. وما النقاط الخمس لقريلان إلا جزء من هذه الألاعيب، بل الحقيقة هي أن عموم سياسة الباككة هي عبارة عن سياسة أكلي الجيف، سياسة منعدمة الأخلاقيات مبنية على الخداع والنهب والكذب والافتراء. لذا يجب أن لا تنسوا أنكم يجب أن تردوا، لا تبقوا صامتين، وإلا فإن أكلي الجيف ستنقض على ما وتسرق رغيفكم، ألا ترونها تتحرك من حولكم؟ لذا يجب عليكم أن تتصدوا لها وتدافعوا ولو قليلا لإبعادها.